السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير عيدكم مبارك مسعود وعشركم مباركه مسعودة وان شاء الله بجميع المتمنيات وربي يرفد علينا هاد البلاء هاد النهار جبت لكم واحد الوصفة سهلة كما العادة انا ما عليا الوصفات الصعابين اللي كي ياخدوا الوقت بزاف وفيهم المقادير بزاف وقاو تروينا كتعجبني الحاجة اللي سهلة بسيطة وفي نفس الوقت كتجي زوينة ومنظر زوين وراقية ويعني ما كتحشمكش حدا الناس انا ما كان داك الوصفات اللي كيشدو اليد واللي كيبقاو النهار كامل وانتي في الكوزينه كتصوبي في هذيك الوصفات كيعجبوني الوصفات يكونوا خفيفين درافين هكا ويبقى لك الوقت فاش ديري حاجه وحده اخرى ماشي النهار كله وانتي غير في الكوزينه غير في هذاك الكاطو ودابا ما نطولش عليكم ونخليكم مع الوصفه والمقادير المقادير كالتالي كيلو 200 غرام ديال اللوز بودره اللي ما عندوش لوز بودره يدير العقده ديال اللوز اربعه ديال البيضات معلقه مذوبه ديال الزبده معلقه ديال الخماره حمراء أه قشره حامضة محكوكه محبوكه الحره او كاس ديال الزهر ما كاملش السنيده أه درت انا 400 غرام درت غير شويه لان غادي ندير في التزيين غادي ندير سكر باش ما حلوة الحلوه ديالي حلوه بزاف اول حاجه هذه نديروها هذه نطحنوا أه داك سنيده مع اللوز باش ندمج السنيده أه مع اللوز ومن بعد حتى نضيفوا النواشف نضيف الخمارة زيت ديال الليمون أه القشره ديال الليمون محكوكه وغادي نضيف هذيك المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال السنيده ونخلط مزيان باش يندمجوا لي النواشف وعاد نبدا نضيف السوائل غادي نضيف الزبده وهذا نضيف البيض وحده بوحده من الاحسن ضيف البيض وحده بوحده وخلطوا لان على حسب اللوز كاين اللوز اللي تيشرب وكاين اللوز اللي ميدم على حسب اللوز انا هاد الكميه هذه دخلات لي خمسه ديال البيضات كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم درت خمسه ديال البيضات وكنخلط مزيان حتى تنحصل على عجين بحال هكا ومن بعد كنبدا نشكل كويرات كندير شويه ديال الماء زهر ونشكل كويرات ونديرهم في البيض ديال البيض ونديرهم في هذاك اللوز ايفيلي عملية سهلة وباينة نتوما كتشوفو في الفيديو كندير الما زهر في يديا باش ما تلصقليش العجينة في يديا كنديرها في البيض ومن بعد كنديرها في اللوز الفيلي شكيل ساهل بزاف بزاف وكيجي مزيان غادي و... نستمر بحال هكا كيف ما كتشوفو حتى نكمل حتى نكمل هذيك الكميه اللي انا باغيه تنكون شاعله الفران اللي مسخناه على 180 درجه ومن بعد كندير كندير الحلوه ديالي في الفران كنخليها المده ديال الطياب واحد 10 دقائق كطيب من التحت منين كطيب شويه من التحت كنشعل عليها من الفوق ما تنتعداش واحد 10 دقائق في المجموع وتنطفى عليها لان اللوز راه دغيا دغيا كيطيب هاد الشكل تيجي مزيون وما كياخذش الوقت بزاف دغيا دغيا كتصاوبيه راه واحد 20 مينوت 30 مينوت تكوني كملتيه نسيت ما قلت لكمش انا كنديرهم في هاد الكويغطات بغيتو ما ديرهمش في هادوك الكويغطات اللي بغيتو انا كنفضل نديرهم هكا في الكويغطات ما كيلصقوا ما والو مني تيطيبو خرجتهم من الفران كندهنهم بالناباش وين ما عندكش نابار دير شويه ديال العسل الا ما بغيتيش هادي غير اختياريه باش كيعطي واحد شويه ديال البريون وصافي الا بغيتي تخليهم غير هكاك عاديين خليهم هكاك عاديين انا كتعجبني الفينيسيون كيعجبني المنظر يكون هو هذاك المهم ما تنساونيش خوتي بلي لايك وخليو شي تعليق زوين باش تحفزوني واللي ما مشاركش في القناه يشارك معايا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي ودابا الشكل الثاني غادي ندير غريبة ديال اللوز عاديه غادي نكورها وغادي نفندها غادي نفندها في السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا كنفندها وجه وظهر كندير درت هذاك البابي كويسون في في التبسيط ديالي باش ما تلصقش باش ما تلصقش راكم عارفين مع السكار كلاصي واحد لا ديما كان ديما ديما كنجربو وحده باش نشوفو باش نشوفوها كيفاش هادي تجي وهذه هي الغريبه ديالي من بعد ما طيبتها كنزول هذاك الساعه خاصك تزول هذاك الساعه ما حدها سخونه لان الا بردات داك السكار كيبس وما كتبغيش تزول من الاحسن كيف تخرجوها من الفران حاولوا تزولوها كتزول بسهوله فاش كتكون يلا خرجت اما الا بردات ما كتبغيش تزول وتقدر تهرس لينا كما كتشوفوا شكيلات بساطين وعاديين يقدر اي واحد يصاوبهم وهذا الشكل الثالث كندير نفس العمليه هادي نديرهم في هاد ليمول هادو عندي هاد ليمول كيف ما كتشوفوا مشكلين هاتي نطيبهم ومن بعد غادي نجي الفتره ديال التزيين انا زينتهم بلا بعجينه السكر عجينه السكر كيف ما كتشوفوا لبست هذيك الحلوه بعجينه السكر وكنضغط عليها مزيان ومن بعد كنديرها في المول باش كتاخذ الشكل ديال المول ومن بعد كندير كندير المهم ب... <applause> راكم كتشوفوا ندير بحال هكا باش ندير هذيك العقيقه في الوسط وهذا هو الشكل النهائي ديالها وفي الاخير هذه هي الحلوه ديالي هذا هو الشكل ديالها هادو ثلاثه الاشكال اللي صوبت حطيتهم بحال هكا زبقتهم نتمنى يكون عجبكم هاد الاشكال ونتمنى تجربوهم ساهلين بزاف بزاف وهذه فكره الا بغيتي تهديو لشي واحد دوغ. ما جاتش واضحه بزاف الصوره ولكن المهم الفكره تنظن راها باينه ونقول لكم بسلام عليكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم ما تنساوش بارطاجيو مع مع الناس اللي كتعرفوا واخيرا نقول لكم